حالة اختفاء الطائرات شائعة جداً، لكن القطارات تختفي بشكل أقل. واحدة من أكثر حالات الاختفاء الغامضة في التاريخ تنطوي على قطار، والأمر يستحق المعرفة. هذه إنفينيتي، في هذه الحلقة سأخبركم عن القطار الذي ظهر بعد 45 عاماً من اختفائه، بالإضافة إلى مشاركة قصص اختفاء غامضة أخرى. هيا بنا. في 14 من تموز 1911، أرسلت شركة السياحة الإيطالية زانيتي قطاراً يتكون من قاطرة وثلاث عربات من محطة السكك المركزية في روما. كان هناك 106 سياح محليين ثريين في القطار، خططوا للاستمتاع بالرحلة والاستمتاع بالمناظر والركوب بشكل مريح. استمرت الرحلة في الموعد المحدد حتى وصل القطار إلى نفق سكك حديدية جبلية في المنطقة الشمالية من البلاد، ثم حدث شيء لا يمكن تفسيره. دخل القطار نفقاً مستقيماً يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد يمكن رؤيته يمر، لكنه لم يظهر من الجانب الآخر. كان الأمر كما لو أنه قد ذاب داخل النفق. أصبح هذا معروفاً بفضل راكبين تمكنا من القفز من المقطورة. وفقاً لهما، عندما دخلوا النفق بدأ الضباب يثخن خلف النوافذ وفي العربات نفسها، والتي سرعان ما بدأت تشبه السائل اللزج. كما بدأ يسمع صوت هادر من النفق، اندلع الذعر في العربات، وأصيب الركاب في النفق بالذعر وقفزوا على الفور من القطار وركضوا إلى المخرج. رأوا القطار يواصل التحرك وسرعان ما اختفى مع الضباب الذي يلفه بعد ذلك. عانى الركاب الناجون من اضطرابات النوم الشديدة والكوابيس لفترة طويلة. بعد الحادث تم فحص النفق والتمعن بدقة، ولكن لم يعثر على أي أثر للقطار. بعد ذلك رفضت شركات السكك الإيطالية والأوروبية رفضاً قاطعاً السماح لقطاراتها بالمرور عبر النفق المشؤوم. قامت السلطات الإيطالية بتسييجه وظلت في هذه الحالة حتى الأربعينيات، عندما تم تدميره جزئياً بواسطة قنبلة. بمرور الوقت تم نسيان القطار، لكنه في النهاية أصبح معروفاً مرة أخرى. في أواخر الخمسينيات تم اكتشاف وثيقة غريبة جداً في أرشيف مكسيكو سيتي، وقالت إنه في عام 1845 ظهر فجأة أكثر من 100 إيطالي في المكسيك. جاءوا من مكان مجهول. ادعى جميعهم أنهم وصلوا إلى مكسيكو سيتي بالقطار من روما. أيضاً في الخمسينيات، بعد 45 عاماً من اختفائه، عاد قطار شركة زانيتي إلى الظهور، ولكن بالفعل كشبح. بالضبط نفس القطار شوهد من قبل شهود العيان في عدة أماكن. فماذا يمكن أن يكون؟ هل كان القطار آلة زمن والنفق بوابة؟ أم أن القطار ذهب للتو في النفق ليصبح شبحاً حقيقياً؟ ما رأيك في هذا؟ شاركني أفكارك في التعليقات واستمر في المشاهدة لرؤية المزيد من الغموض. ظهر أحدهم مؤخراً نسبياً في 2018، ظهر قطار شبح غامض في محطة في مدينة باوتو الصينية. بدا حرفياً وكأنه شبح، كان شفافاً وغير مرئي تقريباً. توقف في المحطة في وقت متأخر وفي وقت لم يكن من المقرر أن يمر فيه أي قطار، كما أنه بقي القطار هناك لفترة قصيرة ثم غادر. يؤكد العمال أنه لم يكن هناك قطار حقيقي وقتها، وقال الموظف المسؤول عن أمن المحطة أنه لم يرى شيئاً كهذا خلال 12 عاماً عمل فيها، ويأمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى. لكن ماذا كان؟ هناك عدة أقاويل. الأول هو أن قطار أشباح حقيقي كالذي فقد في النفق الإيطالي وصل إلى المحطة في باوتو. اقترح بعض العمال أنه يمكن أن يكون شبح قطار خرج عن القضبان منذ حوالي 40 عاماً، مما أودى بحياة العديد. وفقاً لنسخة أخرى، يوجد القطار في عالم موازٍ اتصل بعالمنا في ذلك الوقت. ولكن هناك نسخة غير غريبة، والتي بموجبها في غرفة المراقبة يتم استخدام الفيلم عدة مرات، لذلك يتم تثبيت الصور على بعضها البعض. الأمر لك لتقرر من تصدق. السهم الفضي. السويد لديها أيضاً أساطيرها الخاصة، وهذا أمر لا يصدق لأن هذا البلد لا يصدم العالم غالباً بشيء غير متوقع. يدرك العديد من السكان جيداً قطار بايلن الفضي أو قطار السهم الفضي الذي كان يعمل في مترو ستوكهولم. إنه قطار الأشباح. تم بناء 8 عربات سيفايف لبايلن الفضي في منتصف الستينيات. لقد شكلوا القطار الذي ظل تجريبياً. تم اعتبار النموذج غير ناجح، لكن تقرر عدم شطبه ولكن إبقائه على السكة. حتى 1996 تم استخدامه كقطار إضافي خلال ساعات الذروة. تم تغطية جميع قطارات مترو ستوكهولم الأخرى باللوحات والإعلانات، واحتفظ بسي 5 فقط بمظهرها الأصلي للمصنع. منذ 1997 تم إزالة سي 5 أخيراً من الخط، لكن القطار لا.
بدأ المحليون يقولون إنهم رأوا القطار في أماكن مختلفة، رآه العمال في أنفاق مهجورة، وفي منتصف الليل مر القطار عبر منصات محطة المترو دون توقف، وفي بعض الأحيان فتحت أبوابه. تقول الشائعات أن الركاب الذين استقلوا القطار عادوا إلى ديارهم بعد بضعة أشهر أو لم يعودوا إطلاقاً. حتى يومنا هذا يتسلل الحفارون إلى المحطات المهجورة على أمل رؤية قطار الأشباح بأعينهم. قطار شبح سانت لويس. التالي هو لغز آخر. لا زال يحير السكان في بلدة سانت لويس الصغيرة في مقاطعة ساكسشوان في كندا. وفقاً لهم فإنهم يلاحظون بشكل دوري ظاهرة غريبة، رقعة من الضوء الشبحي تذكرنا بالمصباح الأمامي على مقدمة قاطرة تتحرك على طول المسار إلى شمال المدينة. يختلف الضوء في اللون والسطوع، وأحياناً يغير اتجاهه. وفقاً للسكان لديهم شعور بأنهم يرون كل ليلة قطارات أشباح غامضة مختلفة. هناك نوعان من الأساطير. وفقاً للأول هو في الواقع ضوء من بعض أضواء قطار الشبح، والثاني بمجرد وصوله إلى هذه الأماكن سقط مشرف المسار تحت القطار، وكانت روحه مع فانوس في يده تتجول على طول السكة من وقتها. لم يتم حل ظاهرة قطار الأشباح في سانت لويس بعد، حتى العلماء لا يستطيعون العثور على تفسير. يمكن قول الشيء نفسه عن أشياء أخرى، مثلاً حول حالات الاختفاء الغامضة وغير المبررة في السنوات الأخيرة. ترقبوا التعرف على أكثر حالات اختفاء الطائرات غموضاً في القرن 21 ورؤية الأشخاص المفقودين الذين حيروا الجميع. لا يزال اختفاء طائرة بوينغ الماليزية 777-200ER أحد أكبر الألغاز، ليس فقط في القرن 21 ولكن للتاريخ بشكل عام. في 8 آذار 2014، بعد 40 دقيقة من إقلاعها من مطار كوالالمبور في ماليزيا، اختفت الطائرة من جميع شاشات الرادار. أظهر إعداد الرحلة المجدولة أن جميع الأنظمة كانت تعمل ولم تكن هناك أعطال. كانت إجراءات الإقلاع والطيران طبيعية، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات غير طبيعية على متن الطائرة. هذا هو السبب في أن هذا الاختفاء غير مفهوم للطائرة حير مراقبي الحركة الجوية. حاولوا العثور على الطائرة لكن دون جدوى. من المفترض بعد الاختفاء انحرفت الطائرة عن المسار وقضت 7 ساعات أخرى في السماء قبل أن تختفي أخيراً. وأشير إلى أنه من المحتمل جداً أن تكون الطائرة قد سقطت في المحيط. تم إطلاق أكثر عمليات البحث العالمية في تاريخ الطيران، لكنها لم تفسر عن أي شيء عملياً. تم العثور على القليل من قطع حطامها، والتي بعد 2 من الحادث جرفتها المياه في ريونيون ودول شرق إفريقيا. بصرف النظر لم يعد هناك أي أثر للطائرة، من غير المعروف أين هي أو أين قد يكون الحطام أو ما إذا كان أي راكب على قيد الحياة. قصة طائرة بوينغ الماليزية مشهورة جداً، لكن لم يسمع الكثير من الناس عن الحادث الذي حدث بعد ذلك. أنا أتحدث عن الاختفاء الغامض لـ AN-32 الذي حدث في 22 تموز 2016. كانت الطائرة العسكرية في طريقها من تشيناي الهند متجهة إلى جزر أندامان ونيكوبار في الهند. أقلعت الطائرة من محطة تامبرام الجوية وعلى متنها 29 راكباً معظمهم عسكريين. بعد حوالي 40 دقيقة من الإقلاع فقد الاتصال بالطائرة. حدث هذا في 9:12. كان من المفترض أن تهبط الطائرة في وجهتها في 11:45، لكن الطائرة لم تصل، وبدأت عملية بحث وهي الأكبر في تاريخ الهند على سبيل الاستعجال. بدأت 16 سفينة وست طائرات وغواصة في تمشيط مناطق الاستغاثة المزعومة تحت الإشراف الشخصي لوزير الدفاع الهندي، ولكن دون جدوى. لم يتم العثور على الطائرة ولم يتم تحديد أسباب الحادث بعد. دائماً اختفاء الطائرات والقطارات مثير للدهشة، لكن بالنسبة لي فإن حالات الاختفاء الغامضة للناس هي شيء أكثر غموضاً. لننتقل إليهم. واحدة من أكثر الحالات البارزة في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية كانت اختفاء روبن بوتنام، طالب في كلية كاليفورنيا للفنون في أوكلاند. في 7 تموز 2012 استقل روبن 25 عاماً القطار لزيارة عائلته في جراند جانكشن كولورادو. في حوالي 3 صباحاً توقف القطار في سولت ليك سيتي حيث مكث ل 25 دقيقة قبل الإكمال، ولكن عندما وصل القطار لم يعد بوتنام على متنه. كانت جميع أمتعته بما في ذلك المحفظة والمجلة وجهاز الكمبيوتر لا تزال في مكانها، لكن روبن نفسه اختفى.
يبدو أن روبن نزل من القطار أثناء توقفه في سولت ليك سيتي، لكن من غير المعروف أين ذهب بعد ذلك. يعتقد أن روبن كان لديه دوافع للقيام بمثل هذا الهروب التلقائي قبل الرحلة. تصرف بغرابة وعانى أيضاً من نوبات الهلع، مما أجبره على ترك وظيفته في المقهى. كما واجه صعوبة كبيرة في النوم، وأحياناً لم يستطع التمييز بين الأحلام والواقع. على الرغم من أنه لم يظهر سلوكاً غريباً في القطار، إلا أنه يعتقد أنه عند وصوله إلى سولت ليك سيتي أصبح مرتبكاً وهرب. بعد شهرين من اختفائه، شوهد رجل يطابق وصفه في فيديو المراقبة لمطعم سولت ليك سيتي وهو يشرب الكحول مع امرأة مجهولة. لفترة لم يكن هناك شيء معروف عن روبن، لكن في عام 2015 وجدوه. لم يكن على قيد الحياة، وجدوه على خطوط السكك الحديدية في نيفادا. لكن لا يعثر دائماً على الأشخاص المفقودين. مثلاً، لا يزال البحث جارياً عن أندرو غوستن من بريطانيا، على الرغم من مرور 15 عاماً على اختفائه. في 14 من أيلول 2007، في ذلك الوقت ذهب المراهق بعمر 14 عاماً إلى المدرسة، لكنه لم يعد. أكثر تحديداً، عاد إلى المنزل لتغيير ملابسه والتقاط بعض الأشياء، ثم سحب 200 جنيه استرليني من حسابه المصرفي واشترى تذكرة ذهاب فقط إلى محطة كيجز جروس في لندن من محطة دوكاستر، وظهر أمام الكاميرا في المحطة واختفى إلى الأبد، وصوره في محطة القطار هي آخر رؤية مؤكدة له. لم يترك أندرو أي ملاحظات، ولم يظهر أي سلوك غريب، ولم يكن لديه أي مشاكل، لذلك أذهل رحيله المفاجئ إلى لندن الجميع. أغرب التفاصيل هي أن أندرو، وفقاً لما يذكره أمين الصندوق في المحطة، أصر على شراء تذكرة ذهاب فقط، حتى بعد أن أبلغه أمين الصندوق أن تذكرة العودة لن تكلف سوى جنيه واحد إضافي. ماذا يمكن أن يعني هذا؟ هل أراد الرجل أن يبدأ حياته من الصفر؟ أم أنه كان لديه بعض المشاكل التي لم يستطع التعامل معها؟ لا يبدو أننا سنعرف. لقد مرت 15 عاماً، وليس للتحقيق أي أدلة أو حتى تفسير لأفعاله. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات ما هو الاختفاء الغامض الذي فاجأكم أكثر. شكراً للمشاهدة، وأراكم لاحقاً.